مصادر للفرات تتحدث عن موعد تمرير الموازنة منتصف الأسبوع الحالي، وأنباء عن قبول الديمقراطي الكردستاني تعديلات المالية النيابية. السيد الحكيم يدعو إلى الاستفادة من طاقات الشباب واستثمار حالة الاستقرار غير المسبوقة التي تعيشها البلاد. الاقتصاد والاستثمار على طاولة حوار وزير الخارجية السوري مع المسؤولين في بغداد، وتثميننا لدور العراق في إعادة سوريا للحاضنة العربية. السودان يوجه ببناء مدن سكنية جديدة للمواطنين، وأمين بغداد يعلن قرب إنجاز المقطع الثاني من كورنيش تطوير أبو لؤاس. لا يقارن إلا بنفسه ولا يشبه صفاته أحد، ذلك العراق عرفناه قديما يرعى الأمم، وعندما أثقلت به الملمات لم تبخل أجنحته باستضلال جيرانه، يسير كجباله الراسخات ويقف صلبا للتحديات، ويستقر بوصلة لمحجيه من أراد وصلا أو استقرارا أو معونة، فكذا يفعل بين أقطابه ويحول خصام أبناء جوانبه إلى صفاء، ويأخذ بيد تلك التي قطعت عن العروبة ليعيدها سيرتها الأولى نحو أحضانها الأم، والآن ولا يبغي بين ذلك سبيلا. والآن وقد عرفه الجميع، عرفوا مكانتك ولاذ الكل تحت عباءتك، قف بشموخك الأزلي واركن خلف ظهرك الزمن العصيب، يا محورا لكل حوار وقطبا شامخا يناطح السماء، سيبقى العراق عريقا ومن أراد النجاة فتلك سفينته. أهلا بكم. بداية المرصد الخبري، حيث كشفت مصادر مطلعة للفرات عن موعد انعقاد جلسة البرلمان التي ستتضمن التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2023. وقالت المصادر إن الثلاثاء المقبل سيكون موعد انعقاد جلسة التصويت على الموازنة، وأضاف إن هنالك اتفاقا على طرح مشروع قانون الموازنة الاتحادي لعام 2023 على مجلس النواب من أجل التصويت عليه، على الرغم من وجود بعض الملاحظات من قبل النواب الكرد. من جانبه كشف المتحدث باسم كتلة صادقون محمد البلداوي عن موافقة وفد الأقليم على شروط اللجنة المالية النيابية بشأن حصة كردستان من الموازنة العامة الاتحادية. كشف عضو مجلس النواب محمد البلداوي عن موافقة وفد الإقليم على شروط اللجنة المالية النيابية بشأن حصة كردستان من الموازنة الاتحادية. قال البلداوي إن وفد الأقليم الذي تفاوض مع اللجنة المالية عاد إلى العاصمة بغداد، ومعه موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على النقاط التي ثبتتها المالية النيابية. وأضاف إن وفد الديمقراطي عاد إلى بغداد لغرض التسوية بعد عرض مباحثاته مع اللجنة المالية النيابية بشأن المادتين 14 و15 من قانون الموازنة، ومعه موافقة قيادة الحزب الديمقراطي على ما توصل إليه الطرفان. ولفت إلى أنه بعد موافقة الأقليم سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة من الأسبوع الحالي عرض الموازنة للتصويت. أكد عضو مجلس النواب أسعد البزوني في مرصد خبري سابق إن الموازنة لم تلبي طموح ما تطمح له محافظات الوسط والجنوب، لكنها استجابت لبعض الطلبات التي قدمت من النواب.
الآن الموازنة لن تلبي ما نطمح إليه كمحافظات جنوب ومحافظة البصرة خاصة، ولكن بعد التعديلات تم تعديل بعض الأمور التي طالب بها الأخوة في البصرة من النواب جميعا، وكما تعلم كان لنا بيان صحفي وطلبات كثيرة، ووجهت هذه الطلبات إلى اللجنة المالية، واللجنة المالية أخذت بعين الاعتبار هذه الطلبات، واستطعنا أن نحقق بعض هذه الطلبات التي لا تسبب عرقلة للموازنة. كثير من المشاريع الخدمية والاستثمارية متوقفة بانتظار تصويت مجلس النواب على قانون الموازنة الاتحادية. مراقبون شددوا على ضرورة فرض الإرادات السياسية وتركها والركون إلى لغة الحوار وتغليب المصالح الوطنية. أحمد الزيدي. ما تزال الموازنة الاتحادية وعدم إقرارها حتى الآن هي أبرز المعوقات التي تقف أمام الحكومة لتنفيذ برنامجها الوزاري، فالكثير من المشاريع الخدمية والاستثمارية متوقفة على التخصيصات المالية، وهذه التخصيصات تحتاج إلى الإسراع بتمرير الموازنة لإعطاء المساحة لحكومة السودان بإطلاق حزمة المشاريع المعطلة، وبالتالي فإن استمرار التعطيل يعني استمرارا بالتوقف في مصالح البلاد. الحكومة هي حكومة خدمات وتحتاج إلى موازنة من أجل أن ترى الخدمات النور، وبالتالي انعكاسها على الواقع المعيشي والخدمي. ليس من مصلحة أي طرف سياسي أو قوى سياسية تأخير وتأجيل الموازنة، وبالتالي نحن مدعوون جميعا كأعضاء مجلس النواب إلى صيانة الأمانة وأداء التكليف من خلال إقرار الموازنة التي فيها مصلحة الشعب العراقي. مسؤولية كبيرة يتحملها مجلس النواب بضرورة تجاوز الخلافات والعمل على الاتفاق مع القوى الكردية المعترضة على بعض الفقرات لإنهاء هذه الأزمة التي طال أمدها، فحال المواطن الاقتصادي والخدمي لا يحتمل التعطيل والمساومات. هناك قوة تحاول أن يكون لها حصة الأسد في الموازنة العراقية، لكن هي للأسف لا تساهم بهذه الموازنة، وتحاول أن تغبن حقوق المحافظات الأخرى بهذا التقسيم. هناك من حقيقة يهدد بعدم التصويت للموازنة العراقية باعتبار لديه أجندات سياسية خاصة. ويؤكد مراقبون على ضرورة استمرار الحوارات واللقاءات بين القوى السياسية المختلفة للوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف والإسراع بحسم ملف الموازنة والتصويت عليها. ومع تأخر إقرار الموازنة الاتحادية حتى الآن، فإن الكثير من المصالح الاقتصادية في البلاد ستبقى معطلة، لا سيما تلك التي ترتبط بحياة المواطنين. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. بحثت وزيرة المالية طيف سامي إصلاح النظام الضريبي وتعظيم الإيرادات غير النفطية، وذكر بيان للوزارة إن سامي ترأست اجتماعا موسعا لمتابعة فقرات تنفيذ البرنامج الوزاري المقدم من قبل فريق البرنامج الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع التقرير الخاص بتنفيذ البرنامج الحكومي المعد حسب أولويات المنهاج الوزاري المتعلقة بالفصل الثاني من العام الحالي، مشيرا إلى أن المجتمعين ناقشوا إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام وتقليل الإنفاق الاستهلاكي لصالح مشاريع التنمية المستدامة والتحويل نحو موازنة البرنامج والأداء. وخلال كلمته في ديوان بغداد للنخب الشبابية، بيّن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم عدة نقاط تهم الوضع السياسي والاقتصادي للبلد، واعتبر السيد الحكيم أن الشباب طاقة مهمة إذا ما أحسن استخدامها، وأيضا تحدي خطير إن لم يحسن إدارتها، وأكد أن تيار الحكمة الوطني تيار تأسس للتعبير عن إرادة ورغبة الشباب وتطلعاتهم، وإنه خرج إلى الآن 5 أجيال شبابية،
معتبرا عن دعمه أي قصة نجاح شبابية، وأكد أن العراق لا يقارن إلا بنفسه بحكم ما عاشه من ظروف وأزمات وانتقال غير سلس من نظام ديكتاتوري شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي. اعتبر أن العراق يعيش استقرارا غير مسبوق أمنيا وسياسيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا وخدميا لما تشهده المحافظات من ثورة إعمارية وخدمية. وعد مشروع طريق التنمية بأنه مشروع سيعشق مصالح العراق مع دول أخرى، ما يجعل استقراره جزءا من أمنها القومي، داعيا للحفاظ على الدور الذي لعبه ويلعبه العراق في تقريب وجهة النظر بين الفرقاء، فيما دعا السيد الحكيم إلى إزالة التناقض بين العمر المحدد لتشكيل الأحزاب وعمر الترشيح، واعتبر أنه من غير المعقول أن يسمح بمنح إجازة تأسيس حزب لشخص بعمر 25 عاما فيما يكون سن الترشيح 30 سنة. وللمزيد معنا مشاهدينا ينضم في المرصد الخبري عضو مجلس النواب عدنان الجابري. سيد عدنان، بداية مرحبا بك، هل هنالك اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على تمرير قانون الموازنة، وهل الأمور حسمت بشكل نهائي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى جميع السادة المشاهدين الكرام. يعني حقيقة لحد الآن لا يوجد هنالك اتفاق على تمرير الموازنة خلال، يعني كان المفترض أو كان الموعد المتوقع لتمرير الموازنة هو يوم الثلاثاء القادم، لكن لحد الآن لا توجد أي بوادر لاتفاق حول تمرير الموازنة، وأيضا اللجنة المالية لم تصوت لحد الآن على مجمل بنود الموازنة بشكل تام لكي يتم إرسالها إلى مجلس النواب. ننتظر، ربما سيكون يوم الثلاثاء اجتماع للجنة المالية لغرض التصويت النهائي على كافة بنود الموازنة، ومن ثم ترسل إلى مجلس النواب لكي يحدد مجلس النواب جلسة للتصويت على بنود الموازنة. نعم، ما هي النقاط التي كانت محط خلاف حول قانون الموازنة؟ طبعا لا زالت النقاط التي تم الاختلاف عليها أو حصل الاختلاف بسببها، وهي موضوع إقليم كردستان وعلاقته مع الحكومة المركزية، خصوصا ما يتعلق بأعداد الموظفين وبيانات الموظفين، وأيضا ما يتعلق بحصة إقليم كردستان من الموازنة، وأيضا ما يتعلق بتصدير النفط عن طريق شركة النفط التسويق العراقية سومو. هذه أبرز النقاط الخلافية التي حصل بسببها الخلاف. هناك نقاط أيضا أخرى ما بين ممثلي المحافظات العراقية كافة، كل نائب في اللجنة المالية لديه وجهة نظر لإنصاف محافظته، وأيضا لإنصاف اللجنة القطاعية التي يعمل، عفوا، لإنصاف الوزارات التي يرى أنه لا بد أن تصف في هذه الموازنة، أو يجب أن تكون هنالك موازنة واضحة وشفافة باتجاه المحافظات وباتجاه الوزارات. هذه نقاط موجودة. طبعا هذا الخلاف أو هذه الاختلافات في وجهات النظر سيتم تجاوزها داخل مجلس النواب، باعتبار مجلس النواب فيه آلية ديمقراطية والتصويت ديمقراطي. المادة التي تحصل على العدد الكافي لتمريرها تمر، والمادة التي لا تحصل على العدد الكافي سوف لا تمرر، وبالتالي ممكن الخروج بموازنة متفق عليها برلمانيا وليس اتفاقات سياسية، وإنما داخل مجلس النواب تمر من خلال آلية ديمقراطية وهي آلية التصويت. جيد. سيد عدنان، في حال لم يتم الاتفاق ولم يتم التوصل إلى اتفاق شامل، هل تمرر الموازنة بالأغلبية برأيكم؟ نعم، على رئاسة مجلس النواب أن تمضي باتجاه عرض الموازنة على مجلس النواب لغرض تمريرها. يعني احنا اليوم نعمل بالآليات الديمقراطية، الآليات الديمقراطية تعتمد على عدد الأصوات، بالتالي 329 عضو ما ممكن أنه 329 عضو مجلس نواب كلهم متفقين على كل بنود الموازنة وعلى كل تفاصيل الموازنة، حتما هنالك ملاحظات هنا وهناك، ممثلي المحافظات وأيضا ممثلي اللجان البرلمانية أو أعضاء اللجان البرلمانية.
بالتالي لابد أن تعرض للتصويت وأن تمرر داخل مجلس النواب، لأن العراق بحاجة ماسة إلى تمرير هذه الموازنة، خصوصا الموازنة لمدة 3 سنوات وتأخرت كثيرا. اليوم احنا يعني منتصف عام 2023، يعني حتى المشاريع ما اكو إمكانية لإكمالها إلى نهاية السنة، بالتالي لابد من الإسراع بتشريع الموازنة. وأيضا وراء يعني بعد تشريع الموازنة ستصدر تعليمات من وزارة المالية حول تنفيذ الموازنة، بالتالي الموازنة ستمر بمسارات ستؤخر الاستفادة منها خلال السنة الحالية، نأمل أن يتم الاستفادة منها خلال السنتين القادمتين إن شاء الله. نعم، نرجو أن تمرر الموازنة في وقت قريب، لكن ماذا بعد الموازنة؟ هل هنالك قوانين سترشح ذات أولوية وذات أهمية لدى مجلس النواب؟ طبعا حتما هنالك قوانين مهمة، لكن يعني أهم القوانين هو قانون النفط والغاز. قانون النفط والغاز لحد الآن لم يرسل من الحكومة، يعني تأملنا أن يرسل هذا القانون بعد قانون الموازنة، لكن لحد الآن لم ترسل هذه مسودة قانون النفط والغاز من قبل الحكومة. في حال أرسلت من قبل الحكومة سيكون لها الأولوية، وأيضا سندخل في سجالات سياسية ونقاشات، لكن هذا القانون هو من أهم القوانين بعد قانون الموازنة، باعتبار ينظم العلاقة ما بين المركز والإقليم وما بين المحافظات المنتجة ووزارة النفط الاتحادية وأيضا وزارة المالية الاتحادية، ويحلحل المشاكل ويضع حد للمشاكل المتراكمة والمشاكل المتوارثة ما بين المركز وما بين الإقليم حول ملف النفط والغاز. جيد. سيد عدنان الجابري عضو مجلس النواب العراقي، شكرا لانضمامك إلينا. وإلى ملف العلاقات الخارجية، حيث أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد زيارة إلى العاصمة بغداد والتقى خلالها المسؤولين الكبار في البلاد. زيارة المقداد أتت تلبية لدعوة رسمية من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لإجراء مباحثات القيادة العراقية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومناقشة سبل تطويرها. إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري على أن موقف العراق ثابت في دعم الشعب السوري، فضلا عن عمق العلاقات المشتركة بين البلدين. إذن موقف الحكومة العراقية والحكومات المتعاقبة منذ 2005 لحد الآن هو دعم الشعب السوري والعمل لمساعدة الشعب السوري. نحن كنا من المبادرين في اجتماعات الجامعة العربية وطلب عودة سوريا إلى مقعدها، ونحن سعداء أن سوريا عادت إلى مقعدها في الجامعة العربية. من جهته، شدد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة السعي من أجل تحقيق المزيد من التعاون في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. بالفعل كانت جلسة ممتازة من الحوار مع معالي السيد الوزير والوفد العراقي المشارك في المباحثات. ناقشنا الأوضاع، العلاقات الثنائية، وجدنا أنها تتقدم في مختلف المجالات، وأن السعي يجب أن يكون مستمرا ومخلصا من أجل تحقيق المزيد في المجالات، في التنسيق السياسي، في العمل الاقتصادي، في التنسيق ما بين القطاعات المختلفة على الأصعدة الاقتصادية والثقافية. ونحن نرى حقيقة مؤخرا الكثير من الفنانين السوريين الذين كانوا دائما في ضمير الشعب العراقي وهم يحصلون على جوائز تبين إعجاب الشعب العراقي
بما نشترك عليه من ثقافة وفنون بين البلدين. وفي ذات السياق أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن العراق وسوريا يسعيان إلى ضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين لضمان أمن واستقرار الحدود. الصحاف أكد في تصريح على إن العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن في سوريا، مؤكدا موقفه من الأزمة السورية المتمثلة بضرورة حلها سياسيا وليس عسكريا. كما وأشار الصحاف إلى أن العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الأقليمية والدولية. هذا والتقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد خلال زيارته إلى العاصمة بغداد الرئاسات العراقية لمناقشة الملفات المشتركة بين البلدين. رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أكد خلال لقائه المقداد على عمق العلاقة العراقية السورية، لافتا إلى ضرورة التعاون من أجل ملاحقة فلول الإرهاب وضبط الحدود ومكافحة المخدرات. فيما أشار رشيد إلى أن العراق كان يؤكد على أهمية عودة مقعد سوريا في الجامعة العربية إدراكا منه بأهمية ذلك على صعيد المنطقة. كما والتقى رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني خلال استقباله المقداد دعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد لزيارة دمشق، مشيرا خلال اللقاء إلى أهمية وحدة الأراضي السورية بالنسبة للعراق وارتباط الأمن الوطني العراقي بأمن سوريا. وبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان خلال لقائه المقداد عمق العلاقة الأخوية بين البلدين وأهمية تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات. أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على دعم العراق لعودة سوريا إلى محيطها العربي. المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب لفت في بيان له إلى أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيز آفاق التعاون الثنائي وتنسيق العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في سوريا وعودة النازحين والمهجرين من أبناء الشعب السوري الشقيق إلى بلدهم، حيث أكد الحلبوسي على موقف العراق الثابت اتجاه سوريا الشقيقة سواء على المستوى الرسمي أم الشعبي ودعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية. ضمن خطوات البرنامج الحكومي تستمر الحكومة الحالية بجهودها في ملف العلاقات الدولية لما لها من أهمية بالغة. مراقبون أكدوا على حاجة البلد إلى هذه العلاقات بالإضافة إلى الدعم الأقليمي. حسين ياسين معه التفاصيل. خطوات مهمة تستمر بتحقيقها الحكومة العراقية في ملف علاقاتها الخارجية مع مختلف بلدان العالم، والتي يراها مراقبون بأنها وصلت إلى مراحل متقدمة من الإدراك بضرورة توسيع مساحتها وفق مبدأ المصالح المشتركة. العلاقات جدا مهمة وضرورية، ينبغي أن تستمر وتكون مفتاح للجانب السياسي والاقتصادي ومن ثم الاستثماري. وجهة نظر أخرى وجدت في هذا الانفتاح بأنه من الممكن أن يمهد لعلاقات اقتصادية واستثمارية رصينة، وهو ما اتضحت ملامحه مؤخرا من خلال المشاريع الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها كمشروعي طريق التنمية والربط الكهربائي ومشاريع أخرى يجري الإعداد لإطلاقها مستقبلا. كلما تتسع علاقات الدول وتعزز بمصالح بتبادل تجاري ثقافي اجتماعي سيكون رصيد كبير بدعم من تلك البلدان لهذا البلد،
والعراق في هذه الفترة بحاجة للدعم المحلي الإقليمي الدولي. في الأثناء وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل تطويرها، لا سيما بعد عودة انضمام سوريا مؤخرا إلى الجامعة العربية. إذن فإن ما تشهده الساحة الدبلوماسية من تحركات مستمرة بين العراق ودول المنطقة والعالم يعكس جدية الحكومة في تأسيس شراكات حقيقية لتنمية مختلف المجالات. حسين ياسين، الفرات، بغداد. وللحديث أكثر مشاهدينا عن هذا الملف ينضم معنا في المرصد الخبري أستاذ العلاقات الدولية الأستاذ خالد عبد الإله. سيد عبد الإله، بداية مرحبا بكم في المرصد الخبري. كيف ترون زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة بغداد؟ وهل ستؤثر هذه الزيارة في العلاقة بين البلدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لكم الجميع مشاهدي قناة الفرات، وشكرا لهذا الاستضافة. بالتأكيد البرنامج اليوم الحكومة السيادة السوداني هو الانفتاح على دول الجوار، لا سيما اليوم سوريا بأكثر من 600 كيلومتر من الحدود، وبالتأكيد الحديث عن تأمين الحدود والحديث عن معاناته سوريا عن العراق. لذلك نتوقع الروابط كبيرة جدا ما بين كلا البلدين وكلا الشعبين، قاتل الإرهاب وانتصر عليه، وبالتأكيد هنا نتحدث عن محصلات أساسية في توحيد ودعم سوريا على مستوى وحدة أراضيها، وبالتأكيد الحديث على العلاقات السياسية والاقتصادية. العراق كان سباق في دعم سوريا في كافة المستويات عسكريا وأمنيا، وبالتأكيد لأن هنالك كان منعطفات خطيرة لا سيما بعد عام 2014 سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة الإرهاب. مع ذلك كان هنالك سواعد عراقية استطاعت أن تحرر هذه المناطق، واليوم نتحدث عن المشتركات المبنية على أسس حقيقية في الجوار من ناحية، وفي إطار العمق العربي سوريا والعراق بلدان مؤسسان للجامعة العربية. أيضا لا ننسى دور العراق كان داعما لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وبالتأكيد يعني اجتماع الرياض ومن ثم قمة البحر الميت بوزراء الخارجية من العراق من الرياض من المملكة الهاشمية مع مصر هي التي فتحت المجال لقمة جدة أن تكون هي النقطة الحاسمة في عودة سوريا إلى الجامعة العربية. والتأكيد هنا نتحدث أيضا عن مؤتمر البرلمانات العربي الذي عقد في بغداد، والذي أيضا كانت مبادرة من العراق رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي عندما ذهب بوفد إلى سوريا، والحديث أيضا عن مقدمات لعودة هذه العلاقات. فلذلك بالتأكيد هذه الزيارة هي تأتي في إطار جوانب سياسية واقتصادية تجارية استثمارية في كافة المستويات، وأيضا دعوة للسيد السوداني لزيارة سوريا التي أيضا تعتبر نقطة جوهرية مهمة جدا في عملية العمل العربي المشترك وما يصبو إليه العراق من مستويات كبيرة جدا في إطار مشاريع اقتصادية قد تخدم كل البلد. سيد عبد الإله، كيف ستستثمر هذه الزيارة في تعزيز الأمن بين البلدين وضبط الحدود وكذلك القضاء على المخدرات؟ يعني بالتأكيد هذه الملفات سوف تبحث من قبل اللجان الفنية المختصة التي سوف تشكل من قبل كلا البلدين، يعني وفود أمنية استخباراتية على مستوى المخدرات على مستوى تأمين الحدود. اليوم العراق يسعى لاستكمال السياج الأمني، نصب الكاميرات، بالمقابل أيضا الجانب السوري يسعى إلى تحقيق هذا الأمر ليس فقط في إطار المستوى الأمني، وإنما حتى الاستخبارات تبادل المعلومات الاستخباراتية في إطار هذا الجانب. ومن ثم نتحدث أيضا عن المشتركات الاقتصادية والتجارية كما أسلفت والاستثمارية. أنا أتوقع كل الملفات سوف تفتح مع الجالة السورية. سوريا بلد يعني مثل ما قلت مهم جدا للعراق، وبالتأكيد الحديث عن المشتركات والحديث عن بناء علاقات متينة قوية هي في إطار صالح سوريا من ناحية وصالح للعراق. عندما يتحدث
القائد العام للقوات المسلحة بأن الأمن الوطني في العراق مرتبط بأمن سوريا. هذه أول مفردة تستخدم من قبل القائد العام للقوات المسلحة مع سوريا بعد مسار صعب جدا منذ عام 2011 ومنعطفات كبيرة جدا على مستوى تنظيمات إرهابية وتطرف، لكن أنا أتوقع الحديث عن هذه المشتركات مهمة جدا في إطار الحديث عن معاملات أو معادلات جديدة إن صح لنا التعبير في التعاطي والتعامل مع سوريا على مستويات مهمة جدا، ليس فقط في الجانب العسكري والاستخباراتي وإنما في جوانب أخرى أيضا. عودة سوريا حتما سيكون لها أثار إيجابية على المستوى المنطقة العربية، برأيكم ما هو دور العراق وما الذي لعبه العراق حيث أسهم إلى عودة سوريا في هذا الوقت إلى الجامعة العربية؟ يعني أنا ذكرت قبل قليل حضور العراق اجتماع الرياض، حضور الاجتماع البحر الميت في المملكة الهاشمية، مؤتمر البرلمانات العربي ودعوة العراق. أيضا لا ننسى عندما نعود بالتاريخ إلى عام 2012 كان هنا العراق له موقف كبير جدا في قمة بغداد عندما أخبر الدول العربية التي اجتمعت في بغداد إلى ضرورة أن يكون تكاتف عربي للحديث عن الخروج من هذا المنزلق الخطير فيما يتعلق بأحداث الربيع العربي الذي تسمى اليوم أحداث الخليفة العربي، وكانت هي مستوياتها خطرة جدا على تدمير المجتمع السوري، بنى التحتية، الجيش السوري، انقسامات، الحديث عن الطائفية والمذهبية، وصولا إلى التطرف والتنظيمات الإرهابية التي ظهرت فيما بعد وما زالت موجودة في بعض المناطق في داخل الأراضي السورية. لذلك أنا أتوقع العراق ساهم بشكل جدي وكبير ليس فقط في جوانب الدعم السياسي الذي نتحدث عنه وإنما في كل المستويات في هذا الخصوص. نعم أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خالد عبد الإله، شكرا لانضمامك إلينا في المرصد الخبري. وإلى الملف الخدمي، حيث أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أنه سيتم بناء مدن سكنية جديدة لعموم المواطنين وأسعارها لن تكون مرتفعة. السوداني أشار في تصريح له إلى أن الكثير من الموظفين والمتقاعدين لا يمتلكون قطع أراض سكنية، واعدا بالعمل على معالجة هذا الملف، فيما لفت إلى أن الحكومة تعمل في عدة مسارات منذ تشكيلها لمساعدة الفئات الفقيرة، مؤكدا على بناء مدن سكنية جديدة متكاملة بالخدمات وليس مجمعات سكنية. كما وبين السوداني أن المدن الجديدة ستوفر خدمات كاملة وأسعارا غير مرتفعة. أكد وزير التخطيط محمد علي تميم عزم الحكومة على إنجاز أغلب المشاريع المتلكئة نهاية العام المقبل، وذكر بيان للوزارة أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم افتتح اليوم مشروع دور واطئة الكلفة في قضاء هيت بمحافظة الأنبار ضمن مشاريع استراتيجية للتخفيف من الفقر التي تطلع بها الوزارة. وأكد تميم عزم الحكومة على إنجاز أغلب المشاريع المتلكئة والتي تشمل مشاريع المستشفيات والماء والصرف الصحي والمدارس، مشيرا إلى أن أغلب هذه المشاريع سيتم إنجازها بنهاية العام المقبل فضلا عما يتم إنجازه خلال العام الحالي. أعلن أمين بغداد عمار موسى قرب إنجاز المقطع الثاني من مشروع تطوير كورنيش ومتنزه أبو نؤاس. الأمانة ذكرت في بيان أن أمين بغداد أجرى جولة ميدانية خلالها للاطلاع على مراحل تنفيذ المقطع الثاني من المشروع وتوجيه الملاكات العاملة على زيادة وتيرة العمل لافتتاحه
قريبا أمام المواطنين، مشيرا إلى أن المقطع الثاني من المشروع سيضم فعاليات جديدة لم يحتويها المقطع الأول، فيما أوضح أن المشروع يتضمن استمرار أعمال تنفيذ مسارات الدراجات والمشاة، إضافة لنصب ألعاب لذوي الاحتياجات الخاصة وألعاب الأطفال وجدار المشاهير ومسطحات خضراء وأماكن للجلوس والاستراحة ومواقف للسيارات. أكد وزير الأعمار والإسكان أن مشاريع المدن السكنية الجديدة ومن بينها الاستثمارية تستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة والفقيرة، فيما لفت إلى تثبيت نص بعقود الإنشاء يلزم المستثمرين ببيع الوحدات بأسعار معقولة. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار إن مشاريع المدن السكنية الجديدة ومن بينها الفرص الاستثمارية الخمسة التي أعلن عنها أول أمس تستهدف بالأساس الطبقات المتوسطة والفقيرة، وأضاف إنه تم إضافة بند ملزم على المستثمرين ببيع الوحدات بأسعار معقولة وعدم المضاربة بالأسعار، وتم تثبيت ذلك في العقد الاستثماري الخاص. وتابع أن فترة البدء بالمشاريع الخمسة تتطلب شهرا لفتح العطاءات وآخر للإحالة، وتبدأ بعدها عملية التنفيذ. من جهتها بيّنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أن نسبة إنجاز مشروع إعادة إعمار جسر الموصل الثالثة في محافظة نينوى وصلت إلى 30%. الوزارة أكدت في بيان لها أن عملية الإعمار تتم عن طريق شركة آشور العامة بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة وبكلفة تبلغ نحو 16 مليار دينار، مضيفة أن الجهود مستمرة بوتيرة متصاعدة لإنجاز المشروع، فيما لفتت إلى أن العمل يسير ضمن المدة الزمنية المحددة للإنجاز والبالغة 540 يوما. حملة هي الأكبر تشهدها محافظة الديوانية اشتركت فيها كافة الآليات المحافظة وتشمل جميع أحيائها. مواطنون يشيدون بالخطوات الحكومية في إعادة الإعمار والسعجة لتقديم الخدمات. ليث صلاح. بهدف تأهيل عدة أحياء سكنية انطلقت الحملة الخدمية الكبرى في محافظة الديوانية. الحملة تأتي بمشاركة الدوائر الخدمية والجهد الساند لها. حملة خدمية كبرى تشترك فيها جميع آليات المحافظة بما فيها آليات الأقضية والنواحي. تشتمل هذه الحملة على جهد آلي ثقيل، شفلات وقلابات. راح يعني حقيقة نسوي جولة على جميع أحياء المدينة، نرفع كل الأنقاض اللي المتراكمة نتيجة للإهمال، حتى نهيئ هاي شوارعنا لإعداد خطة خدمية تشتمل التبليط وأعمال الماء والمجاري. الحملة تضمنت تأهيل الشوارع من خلال تنفيذ أعمال البنى التحتية ورفع النفايات وردم المستنقعات. هذه الحملة تشتمل قص وتعديل الشوارع، إضافة إلى ردم المستنقعات ورفع النفايات في المدينة. هذه الحملة اليوم شملت منطقة حي الجامعة وكذلك مناطق أم الخيل الثانية والثالثة والرابعة. إضافة إلى هذه الحملة اشترك بها جميع الدوائر الخدمية في المحافظة وكذلك القطاع الخاص. هذه الحملة سوف تستمر لغاية النهوض بالواقع الخدمي لمركز مدينة الديوانية ولكافة أحياء الديوانية. فيما يأمل مواطنون استمرار هكذا حملات وشمولها لمناطق أخرى لتحسين واقعها الخدمي. نتأمل خير من الحكومة المحلية بالديوانية، يكون عملها حقيقي في هذه المنطقة وباقي مناطق الديوانية. يعني اليوم احنا بحاجة إلى خدمات، بحاجة إلى أعمار، بحاجة إلى عمل حقيقي في كل مناطق الديوانية. يعني هذا شيء مفرح لنا بالنسبة لمنطقة حي الجامعة، عانت ما عانت
بأيام الأمطار، يعني هسه هاي الحملة مفرحة بالنسبة لحي الجامعة. جهود كثيفة لتأهيل الأحياء السكنية في المحافظة ضمن حملة خدمية هدفها تقديم الخدمات الملبية لطموحات المواطنين. للفرات ليث صلاح، الديوانية. يستذكر العالم الإسلامي في الرابع من حزيران ذكرى رحيل روح الله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث يحيي الشعب الإيراني في هذا اليوم ذكرى رحيل قائد أعاد لإيران هويتها الإسلامية التي اتخذت من الإسلام المناهض للاستبداد والاستعمار والداعي للإصلاح منهاجا لها، حيث يستذكر الجميع تلك الحقبة التي قاد فيها الإمام الخميني الثورة الإسلامية في إيران ليؤكد للعالم أجمع أن الإسلام هو الحق وأنه يستطيع أن يهزم كل جبابرة الكفر وطواغيت العالم، وأن النصر حليف الشعوب المستضعفة ولو بعد حين. كرس الإمام الخميني قدس سره الشريف حياته في سبيل إعلاء كلمة الدين واستنهاض القضية الإسلامية. استذكار سيرة روح الله الخميني قدس سره يمثل استمرارا لنهج الثورة الإسلامية. المزيد في التقرير الآتي. ولد كبيرا فكان الإمام الخميني، من الولادة إلى الرحيل نذر حياته لخدمة الإسلام والمشروع النهضوي العلمي. روح الله الخميني ولد في مدينة خمين الإيرانية لأسرة من أهل العلم والهجرة والجهاد من ذرية الزهراء عليها السلام. ورث الإمام سجايا آبائه وأجداده الذين عملوا جيلا بعد جيل في إرشاد الناس وهدايتهم وتحصيل العلوم والمعارف الإلهية. هاجر روح الله الخميني إلى مدينة قم المقدسة من أجل نيل الدروس الحوزوية العلمية، واجتاز بسرعة مراحل الدراسات التكميلية في العلوم الدينية لدى أساتذة تلك الحوزة، وإلى مدينة باب العلم علي بن أبي طالب عليه السلام النجف الأشرف، حيث درس الفقه ومعارف أهل البيت عليهم السلام على أرفع المستويات طوال 14 عاما في مسجد الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. انطلق نشاطه النضالي منذ فترة شبابه الأولى وتكامل بتكامل أبعاد شخصيته الروحية والعلمية من ناحية، وتطور الواقع السياسي والاجتماعي في إيران والمجتمعات الإسلامية من ناحية ثانية. في عام 1979 انتصرت الثورة الإسلامية في إيران وقائدها الإمام الخميني. كان الإمام الخميني قد أعلن طوال سنوات حياته عن أهدافه ومبادئه، وكل ما كان ينبغي أن يبلغه بذل كل طاقته وجهوده في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وعلى أعتاب ذكرى انتفاضة حزيران سنة 1989 كان قد أعد نفسه للقاء حبيب أنفق كل عمره في سبيل تحصيل مرضاته. في هذا التاريخ كف عن الخفقان قلب أحيى بأنوار الإله، كانت الشفاه تتمتم بذكر الله دوما. رحل الإمام الخميني ولازال مشروعه الإسلامي النهضوي قائما، وكلماته وذكرياته تعج بروح الآباء والتضحية من أجل دين الله الحق الإسلام. ختام مرصد المساء، دمتم بسلامة.